عناصرها الاجتماعية والثقافية لتكون واحدة من المدن الناشئة. هي مدينة أبو عشر بمحلية الحصحيصة على الشريط الغربي للنيل الأزرق. كانت بداية هذه المدينة أبو عشر إلى مئات السنين، لكن سرعة إيقاع سكانها جعل منها مركزا جديرا بالاهتمام، فهي تقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية وخدمات جيدة من حيث الطرق والخدمات. هذا جعلها واحدة من المناطق الناهضة، فالمجتمع في أبو عشر يميزه التصاهر والتكاتف على الرغم من اختلاف القبائل. ذلك ما زاد من تشكيل خارطتها الاجتماعية التي أصبحت متسقة مع متطلبات عصرها وخلق تنافس اجتماعي في المجالات الرياضية والثقافية وغيرها. فكانت أبو عشر ميثاق عشرة وتآلف مستمر. للمكان عبق خاص وللتأريخ بصمته على ملامح هذه المدينة، مدينة يمثل الحراك الاجتماعي فيها طابعا شكل الإلفة ما بين الأرض والإنسان، وزيارتنا إليها تفتقت من هذه المعطيات. قصدناها لتستقبلنا باسمة بنور الشمس على محياها. إنها مدينة أبو عشر التي سميت كذلك لعشرة قال ساكنوها إنها الأصل للتجانس فيها، قبائل شكلت طبائع إنسان الجزيرة المعروف بكرمه وطيبته. أبو عشر تأسست في القرن الخمستاشر قبل 600 سنة تقريبا، وحقيقة أبو عشر هي نسيج اجتماعي متآلف، وعلى هذا الأساس هي سميت، جاءت كلمة أبو عشر أو مدينة أبو عشر جاءت من كلمة العشرة، لأنها نسيج اجتماعي وجاية من نتيجة المسألة بتاعة التصوف اللي كان موجود من الناحية الدينية الموجود في أبو عشر، ومن عدد القبائل الموجودة كلها هذا التناسج والانصهار التصاهر مع بعض خلق كلمة عشرة. وأبو عشر يعني ما الكلمة أبو عشر جاية من كلمة العشر، لا أبدا، هي جاية من كلمة العشرة. وما بين النيل والإنسان هنا رباط عميق، فظل هذا جمعهم على الخير أسرا شعارها المحبة والتداخل. ومن عمق الملامح السودانية الأصيلة حدثتنا الحاجة زينب كيف يكون الاستقرار على سجيته. والله تمام، اي حاجه تمام، البلد تمام والاهل تمام وكل البلد الحي تمام. كيف في امن التداخل مع بعض في اي حاجة ناحيه تمام، والله نحمد ونشكر تمام. الناس هنا كيف يعني كويسين؟ تواصلنا كويسين والله، بك في عرس في اي شيء ما عندنا اي مشكله. اولادي كلهم ولدتون هنا انت؟ اولادي هذه بس بنتي هذه اللي معاكم واحد ولد واحد. هاي ربيتوا هنا؟ هاي ولدنا هنا بعشر. بس الأب ما من هنا. عشر يعني نقول لكم تمرقوا منها، تمرقوا بعشر دي؟ لا ما في طريقة أبدا. واللي ولدنا فيها وعرسونا فيها كين جابونا من برا من العفاض لناقلة طبعا. لكن هنا كل أولاد تدي هنا، وبنتي هذا عرس ولدت هنا، وولدي هذا عرس جديد هنا، ما حنمرق من البلد، بلد سمحة، بلد تمام، ماشي كويسين، نحمد ونشكر في أي حاجة. البحر، البحر هذا بحرنا تحش يدرنا واي حاجة. سكننا في النيل، سكننا في الحراس، أي الناحية دي سمحة والناحية دي سمحة والناحية الحمد لله كل الأبلاد كويسة. أبو عشر اشتهرت منذ قديم الزمان ببعدها الديني، فيمكن للزائر أن يلاحظ وجود الطرق الصوفية المختلفة بالإضافة إلى الخلاوة التي أنشئت لنشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وحفظ القرآن الكريم. Yeah.
هذا المكان الذي أسس من أوائل خلاوة القرآن في السودان وقد يكون في الجزيرة. هذه المكان أنشئ أول خلوة للقرآن الكريم، وميزة هذه الخلوة تختلف عن الخلاوة الأخرى لأن هذه الخلوة اهتمت بتعليم أبناء البلد. الفك عبد الرحمن بحمد الله له أكثر من 50 حافظ القرآن من هذه البلدة، وكانوا يكتبون المصاحف بأيديهم بالخطوط أيديهم. وحتى لحد هذه اللحظة عندنا الفكي يوسف عبد الرحمن من تلاميذ الخليل عبد الرحمن يوجد مصحف، هذا المصحف من الخط اليد. ثم تطور هذا المكان من خلوة من القش إلى خلوة إلى الجالوس، ثم بعد أن جاء الفكي عثمان خلفا لوالده أسس هذا المسجد الغربي، ثم بعد ذلك جاء أخونا الخليفة البشير وأسس هذا المسجد، أسس في عهده. توفى الخليفة البشير وخلفه من الخلفاء الخليفة بابكر الخليفة عثمان، وأنا خليفة توفى الخليفة بابكر وأنا خليفة للخليفة بابكر الخليفة الخامس في هذه المكان. ولمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب روحي تأصل في نفوس ساكنيها، فها هي حلقات الذكر تعطر سماء المدينة دوما وتصدح الحناجر بطيب الكلم الرفيع السامي. اختاره وحله الكرم، صلوا علي للوفا، صلوا على بابهم بنا يا صاحي والحاضرين، صلوا علي نعشق له ونترك الكاذبين، وأنت تتجول في هذه المدينة المترامية الأطراف تقابلك مؤسساتها المختلفة التي تمثل الجوانب الإدارية للمؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية التي توفر كافة الخدمات المطلوبة، فسكانها مختلفة مهنهم ما بين الوظائف الحكومية والزراعة بحكم أراضيها الخصبة التي تمد أسواق المدينة بمنتجاتها والمدن المجاورة. معنا بشر من المدن القديمة تاريخيا وفي المجال الصحي والمجال الزراعي. في المجال الصحي فهو ثالث مستشفى في السودان، وعليه يعني أهل كل الكوادر في الإقليم الأوسط سابقا اللي بيشمل هسه 5 ولايات في القسم الأوسط أو الولايات الوسطى. إضافة إلى مجال المهن فبعشر من قديم الزمان طبعا كانت المنطقة الزراعة المطرية، وفي عام 25 تم تأهيل المنطقة إلى الزراعة المروية، 28 وزعت الحواشات فكان نصيبهم نصيب الأسد وظلوا يتوارثوها أبنائهم حتى اليوم في مجال الزراعة المنظمة في مشروع الجزيرة القسم الشمالي. وهنالك زراعات في جناين الصغيرة على النيل بامتداده في منطقة بعشر، والمناطق الزراعية داخل مشروع الجزيرة اللي بتسمى مساحات خارج المشروع.